مشاهدينا مشاهدي صباح دريم، احلى صباح في مصر، جايين مع حضراتكم لمكان مميز ومختلف جدا. النهارده الحضاره 5000 سنه، تاريخ مصر كله متجمع في المكان ده. جلاله الملك توت عنخ امون، جلاله الملك رمسيس الثاني، تماثيل وقطع اثريه نادره جدا جدا، تاريخ مصر كله متجمع في هذا الصرح العملاق العظيم، المتحف المصري الكبير. بنتكلم عن قوه المتحف المصري، 100,000 قطعه اثريه. النهارده هنكون داخل هذا المشروع، هنشوف وقفات داخل المشروع، هندخل لتماثيل العظماء تمثال الملك رمسيس الثاني، هنوصل لمقتنيات الملك توت عنخ امون، هندخل لقاعات الترميم، هندخل معاكم للمعامل، هندخل لكل مكان. ولاول مره هنقف قدام تمثال رمسيس الثاني بعد نقله وفي اجراءات الترميم الخاصه به، وايضا هوصل معاكم للدرج اللي هيعرض عليه مقتنيات تاريخ مصر كله. هنا يلتقي التاريخ بالحاضر، هنا حضاره مصر تبدا من جديد في عهد جديد، وايضا هنا تنتهي حضاره 5000 سنه لتمتد معها حضاره جديده باذن الله. خليكم معانا، هنروح مع حضراتكم لداخل المتحف المصري الكبير في صباح دريم، احلى صباح في مصر. الموقع العظيم اللي احنا واقفين فيه ده من بره، والتفاصيل وشغل كتير، معدات كتيره شغاله، مكان عملاق جدا جدا ومساحته كبيره جدا جدا. قبل ما ندخل المكان، معانا الاستاذه ساره منسق علاقات دوليه في المتحف، وتقدري تقولي لي ايه على المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي؟ احنا هنا في الواجهه، قدام الواجهه الرئيسيه للمتحف المصري الكبير. هيكون عندنا اول قاعتين عرض خاصين بالملك توت عنخ امون، واللي هيكون فيهم الافتتاح الجزئي بتاريخهم الدرج العظيم، ودوت اللي هيكون عليه تماثيل الملوك الخاصه بعصور مصر في العصور الفرعونيه، من عصور ما قبل التاريخ لحد العصرين اليوناني والروماني. المتحف هيكون من اكبر متاحف على مستوى العالم ان شاء الله، حتى ولو لفتره زمنيه. هو اول متحف بيتخصص في حضاره واحده، هي الحضاره المصريه القديمه من عصور ما قبل التاريخ لغايه العصرين اليوناني الروماني. مهمه المتحف انه يكون مركز تثقيفي، مؤسسة تثقيفية تربوية غير مربحة. مهمتنا ان احنا نربط بين المجتمع والمتحف. ان شاء الله في انتظار الافتتاح الجزئي هنعرف تحديدا موعد الافتتاح الجزئي المقرر انه على نهايه العام، لكن هنشوف التفاصيل كتير للافتتاح الجزئي وايضا للافتتاح الكلي ان شاء الله هيكون في المتحف امتى. ونتكلم في عدد قطع كبيره جدا، الاف القطع، ما يتجاوز 100,000 قطعه، فيهم قطع مستكمله وفيهم قطع ما زالت قيد الترميم. هنا من امام الاهرامات المصريه العظيمه ومن امام التاريخ المصري العظيم، هندخل معاكم داخل مكان الحفاظ على التاريخ ومنبع الحضارة والإنسانية داخل المتحف المصري الكبير. احنا بصحبة الدكتور طارق توفيق. دكتور طارق هو المشرف العام على هذا المشروع العملاق بكل ما فيه من محتويات وبكل ما فيه من مشروعات صغيرة وبكل العمالة اللي فيه وبكل حجم الإنجاز اللي جواه. دكتور طارق صباح الفل عليك في صباح دريم. صباح النور. دكتور داخلين على المشروع العملاق المتحف المصري الكبير، تاريخ مصر وحضارة مصر 5000 سنة، عايزة من حضرتك نبذة كده واحنا داخلين على المكان ده، تقدر توصف لنا فيه ايه حضرتك؟ احنا على مساحة كلية بتبلغ 490,000 متر. المبنى نفسه على مساحة 165,000 متر. احنا داخلين على الواجهة الجنوبية للمتحف اللي هتطل على الاهرامات. الواجهة دي عليها واجهات زجاجية ارتفاعها 25 متر، وبالتالي بتطيح رؤية رائعة جدا على الأهرامات. لأول مرة هتلتقي الأهرامات مع كنوز الملك توت عنخ آمون، بيطلوا على بعض، ده هيكون عنصر جذب شديد جدا وبيضيف سحر إلى هذه المنطقة. المنطقة دي هتكون هي القلب الحضاري النابض الجديد لمحافظة الجيزة، ومعلم جديد من معالم مصر وعناصر الجذب السياحي ليها. دكتور حجم العمل ضخم جدا، والمكان زي ما احنا شايفين مع سيادتك مكان عملاق، في شغل كتير، تقريبا حجم العماله اللي جوه المتحف قد ايه؟ العماله بتوصل يوميا لحوالي 5000 عامل.
عمالة مصرية بتقوم بعمل رائع جدا. يمكن الأعمال الخرسانية زي ما حضرتكم شايفين اكتملت خلاص، الأعمال المعدنية اكتملت، احنا دلوقتي شغالين في التشطيبات الداخلية والتشطيبات الخارجية، أعمال الساحات الخارجية، فبالتالي العمل على قدم وساق، ولكن المشروع مساحته ضخمة. متحف معناه مش بس مباني، ولكن معناه إعداد للعرض المتحفي، معناه إعداد القاعات من ناحية الإضاءة، من ناحية الصوت، من ناحية كل شيء، معناه إعداد فاترين العرض. الآثار هي الأساس، تأمينها هو الأساس، فبالتالي المرحلة التالية هي مرحلة هامة جدا وفارقة في عمر المشروع. نقدر نقول لو اتكلمنا عن إنجاز المشروع كاملا، احنا دلوقتي تقريبا بنسبة قد ايه من إنجاز المشروع؟ المشروع خلصان منه ما يزيد عن 75%، وهي الأبنية والأشياء اللي كانت محتاجة وقت طويل في الإنجاز. 25% المتبقية أي نعم هي أعمال دقيقة وتحتاج إلى تركيز عالي، ولكن ممكن تتم بالتزامن، فبالتالي معدل الإنجاز أسرع من ذي قبل. خلينا ننزل ونشوف داخل المتحف بقى وبداية المشروع من البداية. احنا شايفين العمل مع الدكتور من خارج المشروع، والمنطقة اللي احنا فيها دي يا دكتور ممكن تسمى ايه، او يعني هل هي مجرد ممشى ولا هيكون فيها استغلال ليها؟ المنطقة دي هتستخدم كأحد مسارح العرض، لأنها بيطل عليها منطقة الدرج الخارجي. الدرج الخارجي ده مستوحى من الهرم المدرج في سقارة، ده في وقت مغيب الشمس هيبقى الجو لطيف وممكن يقعد عليه الزائرين، وفي المنطقة دي يتعمل عروض سواء مسرحية أو موسيقية أو طبعا الجميل ان هيبقى الزائر قاعد وعلى يمينه الأهرامات وأمامه العرض اللي بيتفرج عليه، وشايف الواجهة الزجاجية للمتحف. للمتحف بالطبع. نقدر نقول ان ده الدرج الخارجي اللي يعتبر بمثابة مسرح يعني للعرض، بمثابة مسرح مفتوح، ولكن عشان طبعا درجة الحرارة بيستخدم مساء اكتر منه نهارا. طيب نكمل مع حضراتكم ونشوف داخل المتحف والعمل داخل المتحف، ونتكلم اكتر عن تفاصيل المقتنيات العظيمة وتاريخ مصر اللي داخل المتحف في صباح دريم. خليكم معنا. دلوقتي قدام مركز ترميم الآثار المصرية داخل المتحف المصري الكبير، والمركز بيحتوي على 17 قاعة. بتتقسم القاعات دي ما بين مخازن للآثار، وبتتقسم كمان ما بين معامل علمية للآثار، وكمان ما بين قاعات الترميم. هندخل جوه المركز مع حضراتكم ونشوف جوه المركز في ايه في صباح ترميم. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لقاعات الترميم. هندخل مع حضراتكم اتنين من قاعات الترميم، واحدة خاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وهي لترميم القطع الأثرية الخشبية، وهنشوف فيها عظمة وجمال تاريخ مصر في القطع الخشبية وفي المنحوتات الخشبية المصرية. كمان هنروح معاكم لقاعة الأثار الثقيلة، قاعة الترميم الخاصة بها، وهنشوف الأدوات المستخدمة في رفع الأثار الثقيلة اللي ما يقدرش الإنسان أو القوة البشرية العادية ترفعها وتحركها من مكانها. وكمان هنشوف مع حضراتكم المواد المستخدمة في ترميم هذه الآثار. We'll be right back.
أسرار الفراعنة وأسرار الملوك حتى الآن لم يتم اكتشافها جميعا. نحن الآن في داخل قاعة ترميم الآثار الخشبية داخل المتحف المصري الكبير، بنلف مع حضراتكم وبنشوف مجموعة من الآثار اللي موجودة، وعندنا مجموعة من الأخصائيين المصريين تابعين لوزارة الآثار بيشتغلوا عليها وبيرمموها بمنتهى الحرفية والدقة، تمهيدا لعرضها في الاحتفال اللي هيتم إن شاء الله قريبا وفي الافتتاح الجزء الأول للمتحف. خلينا نشوف مع حضراتكم شغالين على إيه مجموعة من القطع. طبعا بنتكلم في مقتنيات الملك العظيم المصري توت عنخ آمون. ده سرير جنائزي من مجموعة توت عنخ آمون، ده من الأسرة اللي احنا نجحنا مؤخرا في عملية نقلها من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف المصري الكبير. الشغل على القطعة دي بدأ من المتحف المصري في التحرير، بدأنا في الأول خالص عملية التوثيق للقطعة دي من وهي موجودة في الفاترينة نفسها، وبعد كده استخدمنا أجهزة فحص غير متلفة زي جهاز الإكس راي راديوجرافي. جهاز الإكس راي راديوجرافي ده كان مهم جدا بالنسبة لنا، إن هو قدر يخلينا نعرف أماكن التعشيق والوصلات اللي هي ما كانتش ظاهرة بالنسبة لنا بخصوص السرير دوت، وإيه هي مناطق الضعف اللي موجودة، فبالتالي ده ساعد زملائنا في فريق النقل بحيث إن هم يعملوا تأمين للقطع الضعيفة جدا بحيث إن هي تبقى سيف أكتر في عملية النقل. بعد كده بدأنا في عملية الترميم الأولي. عملية الترميم الأولي إن إحنا عملنا التغطية لكل المناطق الضعيفة جدا في القطعة، عملنا عملية تأمين بمواد كلها استرجاعية. وبعد كده يعني إيه مواد استرجاعية؟ يعني مواد سهلة الإزالة بعد كده، ملهاش أي آثار جانبية على الأسر. بعد كده بعد ما خلصنا عملية الترميم الأولي، فريق زمايلنا في فريق النقل عمل نقل جيد للقطعة. زي ما حضرتك شايفاها القطعة ما فيهاش أي خسائر الحمد لله، محافظ عليها جدا. بعد كده جات لنا القطعة هنا، بدأنا نفك عملية الترميم الأولي اللي احنا عملناها، وبدأنا نعمل عملية ترميم كامل للقطعة زي ما حضرتك شايفة. طبعا عملية الترميم الكامل للقطعة ده موضوع مش سهل خالص، لأن القطعة مش خشب بس، أو تكوين القطعة نفسه مش من الخشب بس. القطعة خشب مغطية بأرضية تحضير عليها طبقة تدهيب زي ما حضرتك شايفة. دي طبقة من الذهب يا فندم، دي طبقة من الذهب تحتها في أرضية تحضير موجودة، وبعد كده في الخشب. تمام. فإحنا بدأنا في عملية الترميم، طبعا في أجزاء ضعيفة جدا إحنا عملنا عملية تثبيت. بعد كده عملنا عملية إزالة للشمع من بعض الأجزاء. طبعا الشمع لما كان موجود في وقته، لما تم تطبيقه في وقته من ايام ألفريد لوكاس، كان ده تقريبا كانت الماده كانت مستخدمه في عمليه الترميم. تمام. فده كان الماده المتاحه حاليا. لكن حاليا طبعا مع تطور المواد اللي موجوده، فاصبح في مواد افضل ممكن ان احنا نستخدمها، خاصه ان الشمع ليه خصائص ان هو ممكن يبقى جاذب للاتربه، ممكن يغطي لنا بعض التفاصيل المهمه من القطعه. فاحنا بنعمل عمليه ازاله، مش هنقدر نقول ازاله كامله للشمع، ان هيبقى صعب ان احنا نعمل عمليه ازاله كامله للشمع من على القطعه بالكامل. فاحنا بنعمل دلوقتي عمليه ازاله جزئيه للشمع، وبنحاول ان احنا نظهر التفاصيل المطموسه، وبنحاول ان احنا نحافظ على شكل القطعه زي ما حضرتك. القطعه الخشبيه والطلاء الذهبي العظيم ده هتكملوه القطعه، بتكملوه بالذهب في الاخر؟ لا، احنا عندنا اساسيات في الترميم، عندنا اسس في عمليه الترميم. لو هنعمل عمليه استكمال، احنا ما عندناش جزئيه ان احنا نستكمل بغرض الاستكمال الجمالي، ان احنا نطفي قيمه جماليه للقطعه. لا، احنا بنحب نظهر قيمه الاثر زي ما هو. لو هنعمل استكمال بيبقى استكمال تدعيمي في حالات محدده جدا للاثر، في سبيل ان الاثر ده نحافظ عليه مع عمليه الانهيار. لو هيحتاج ان احنا نتدخل بعمليه تدعيم فاحنا بندعم. تمام. لكن ما بيبقاش في استكمال جمالي للقطعه، لان هي القطعه مش محتاجه استكمال جمالي. حضرتك شايف القطعه يعني عظيمه. تمام. احنا بنحاول نحافظ على الحاله اللي موجوده. 5000 سنه المنتج المصري موجود، والحضاره المصريه متماسكه وموجوده، واحنا دلوقتي بنكمل عليها وهنشوف كمان القطعه اللي موجوده معانا تاني. كلمني حضرتك عن القطعه اللي شغال عليها واليه الترميم بتاعتها. عجلة من ضمن مقتنيات الملك توت، من ضمن العجلات الموجودة. تمام. في المتحف المصري، حضرتك جيت من المتحف المصري في التحرير، جبناها المتحف المصري الكبير للعرض. تمام. فاحنا شغالين في عمليات ترميم حاليا، زي ما قال بعض زمايلي ان في لوكس استخدم الشمع، كانت عمليه الترميم الساعات المتاحه. تمام. فرممنا بالشمع، فاحنا بنحاول نقلل الشمع لان الشمع جذب للاتربه وبيغطي بعض التفاصيل الموجوده في القطعه. فاحنا بنحاول بقى على قدر الامكان ان نشيل الشمع، طبعا ما بنشيلوش كل على قد ما بنقدر بنشيل، فبننظف الشمع وبنظهر الحاجات المخفيه زي الرسومات، الزجاج المرسوم، الحاجات المطعمه الموجوده قدامنا. القطعه دي مطعمه بايه ومتكونه من ايه؟ دي العجله الخاصه بالملك توت عنخ آمون. دي فيها يعني فيها زجاج وفيها تركواز وفيها احجار كريمه، يعني زي ما باين في التفاصيل امام الكاميرا كده. ومطليه بالذهب طبعا. مطليه بالذهب، هي خشب وعلى طبقه جسو، وبعد طبقه الجسو ماخذه الذهب
وعليه التطعيمات المرسومة والرسومات الموجودة. القطعة دي إن شاء الله تاخد قد إيه في إيد حضراتكم على ما تقدر تقول إنها هتعرض قريبا بإذن الله؟ إحنا ما نقدرش نحدد الترميم ملوش وقت معين زمن، إحنا بنحاول على قد ما نقدر في مجهودنا إن إحنا نحاول نخلصها بسرعة عشان العرض. صباح الفل عليكي ومنورانا، وخليني أعرف القطعة اللي حضرتك شغالة عليها وتفاصيل القطعة دي إيه بقى؟ طبعا ملك توت عنخ آمون، هي مغطاة هي خشب مغطاة بطبق من الذهب وعليها عجائن ملونة. يقال انه كان بيستخدمها في حياته، ان هو ليه كذا اربع عجلات حربية، بس ما قالوش انهي جنائزية وانهي اللي كان بيستخدمها في حياته. يعني ما بتقدروش قبل ما نعدي الحتة دي ما بتقدروش تميزوا ايه الحاجة اللي استخدمت وايه الحاجة اللي لأ؟ لأ، بس هي علشان اول ما اكتشفوها فهي كانت مغطاة بطبقة من الشمع كلها، يعني فاحنا بنقوم بإزالة الشمع ده عشان ما يعملش عملية غمقان لطبقة الذهب دي، وبنقوم بتثبيت القشور، وممكن نعمل عمليات تدعيم للقشور ديت علشان ما تقعش. ونكمل معاكم جولة داخل القاعة، وشفنا مجموعة من القطع الموجودة، قطع أثرية عظيمة جدا، وشفنا معاكم العجلات الحربية الخاصة بمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وكمان معانا دلوقتي بقى مديرة هذا المكان العظيم. صباح الفل عليكي ومنورانا في صباح دريم. عايزة أخد بقى جولة مع حضرتك في الحاجات العظيمة اللي احنا موجودين فيها والجمال اللي احنا فيه، يعني مثلا التابوت ده ايه؟ اولا هو ده تابوت يعتبر ثالوث، يعني المفروض ان هما تابوتين جوا بعض. بص حضرتك، ده المفروض البدن بتاع التابوت، ده البدن الكبير او الاساسي. بيبقى كل تابوت بيبقى ليه الغطاء بتاعه او الليد. الليد بتاع التابوت دوت احنا ممكن هنشوفه في الناحية التانية من المعمل، جواه تابوت اصغر منه اللي هو دوت. جوه التابوت الاصغر برضو ليه الغطاء بتاعه على الناحية التانية من المعمل. جواه بيبقى الموميا، يعني احنا دلوقتي واقفين قدام الموميا فعلا. هو ده تابوت بيرجع للعصر المتأخر، ده مش ما يخصش مجموعة الملك توت، ده عصر الدولة المتأخرة. يعني كالفرد أو الشخص بعينه احنا مش عارفين هو بيخص مين بالضبط، لكن ان هو بيرجع للعصر المتأخر. زي ما قلت لحضرتك، هو بيكون من ثلاث طبقات أو ثالوث، التابوت الكبير والداخلي الأصغر، بعدين جواه الموميا، وفوق الموميا بيبقى البدن الخارجي أو الكرتوناج. الكرتوناج ده نوع تاني من الآثار العضوية. هو احنا مش بيدخل لنا برضو الكرتوناج كتير لان احنا متخصصين بالاثار الخشبيه فقط. كرتوناج ممكن يبقى موجود في معمل المنسوجات او الاثار العضويه، لكن هنا الموميا موجوده. موجوده، هي لو الموميا موجوده وباينه مش عليها كرتوناج او طبقات الالوان اللي حضرتك شايفاها دي، احنا ما بنتعاملش معاها. برضو بعد ما نخلص شغل في التابوت الخشبي المفروض ان هي بتتنقل لمعمل المامي، معمل المومياوات عندنا برضو في المركز هنا. في حاجه ملفته للنظر، الالوان اللي موجوده وبقى لها سنين طويله، الاف السنين وهي زي ما هي. انا عايز اعرف من حضرتك بقى شويه تفاصيل عن الالوان. هو حضرتك التابوت هنا اللون ده، الالوان دي بتاعته واضحه جدا وكبيره، لان كان فرصته في ان هو يحتفظ بالوانه كبيره جدا، لانه زي ما حضرتك هو فيه طبقات كتير عليه. فلو شفنا الغطاء بتاع التابوت الخارجي هتلاقي فيه تدهور اكتر، والتابوت الغطاء التاني فيه تدهور اكتر، لكن لان ده داخلي ومحصلوش تلف كتير او متعرضش لعوامل خارجيه، فتلاقي الالوان بتاعته ثابته. يعني ممكن اللون الاحمر ده حضرتك مصري قديم كان بيستخدم الالوان اللي حواليه في الطبيعه. يعني اللون الاحمر ده كان بيستخدمه من الهيماتايد او الحمره، اللون الاحمر او الحمره زي ما احنا بنقول. الاخضر او الازرق المصري قديم توصل ان هو كان بيقدر يصنع الازرق المصري المعروف عالميا، او الاخضر المصري اللي هو الملاكايت والازورايت كان من الجبال اللي موجوده في الطبيعه. فهتلاقي الالوان فعلا زاهيه. احنا كمان عندنا هنا بنستخدم اعلى او احدث الطرق في عمليات التوثيق، يعني احنا بنستخدم برامج الكمبيوتر التوثيق بالفوتوشوب او الاوتوكاد او 3 دي ماكس. كمان بنستخدم التوثيق عن طريق التصوير بالديجيتال، زي اعلى كاميرات الديجيتال. بنستخدم التوثيق بالاي ار واليو في، وبنستخدم كمان الايميجنج دوكيومنتيشن، فبنقدر نعرف الالوان دي فعلا ايه اللون اللي موجود من غير ما ناخد منه عينه ونحللها. فبنقدر ناكد فعلا ان ده اخضر مصري او ازرق مصري او الاصفر ده لون ايه، لان كل مراحل التوثيق دي في داتا عنها عالميه، معروف ان لو اداني لون مثلا ابيض يبقى ده ازرق مصري، لو اداني لون كذا يبقى ده اخضر مصري. فاحنا بنقدر نوثق ونعرف الالوان دي من غير ما ناخد منها عينات. يعني عايزه اروح مع حضرتك بقى لباقي الحاجات اللي موجوده في المكان العظيم اللي احنا فيه ده، وخلينا نشوف ده ايه مثلا. هو الناحية دي كلها حضرتك دي مجموعة من التوابيت المختلفة من عصور برضو مختلفة. التوابيت دي دخلت عندنا المعمل من حوالي سنتين أو سنتين ونص، بس التابوتين دول بالأخص كان فيهم إصابة.
لو تلاحظي حضرتك محلتهم مختلفة عن التوابيت اللي موجودة كلها، عاملين لها تند أو خيمة. التوابيت دي لما دخلت عندنا حصل لها عملية رز، فاتضح إن هي فيها إصابة أكتف، أو يعني ممكن لأنها مادة عضوية فبتبقى مصابة بإصابة ميكروبيولوجية أو بيولوجية حشرية أو إصابة ميكروبيولوجية. فإحنا لقينا إن في إصابة فعلا حية، فزميلنا هنا طبيعي، فاحنا لازم نحجم عليها عشان ما يحصلش تلف تاني. فاحنا عملنا لها تند او خيمه، واستخدمنا بعض المواد الكيماويه عشان نقدر نوقف الاصابه، وبعد كده نقدر نفتح الخيمه دي ونكمل عمليه الترميم عادي. فلسه يعني الحالتين دول، وكان في حالات تانية خلصناها فعلا وبدانا فيها ترميم، لكن دول لسه شويه فلسه ما بدأ. طيب ايه اللي ده؟ دي حاجه من الحاجات اللي اتشالت من داخل التابوت، قطعة تانية خالص. بصي حضرتك، هو في قطع هنا في النص دي قطعة جاية مؤخرا من حفير دهشور، لسه ما حصلش فيها نشر علمي خالص، فلسه ما نقدرش نتكلم عليها كتير. دي الحاجات دي تبع القطعة دي، لان دي فيها بقايا مومياوات. تمام. ابرز القطع بقى اللي موجودة عندكم غير الحاجات اللي لفينا عليها الخاصة بتوت عنخ آمون؟ عندنا الماستر بيسز بتاع مجموعة الملك توت، اللي هم السريرين، السرير على شكل الاسد وسرير على شكل فرس النهر، وتلات عجلات حربية. حضرتك ما شفتيش العجلة دي لان محدش لسه بدأ فيها شغل ترميم. دي العجلة الثالثة من مجموعة الملك توت. تمام. دي العجلة الثالثة، هي ابسط العجلات يعني. لان احنا شفنا العجلتين دول البدن بتاعهم كامل، والعريش والعجلات، عجلة الملك مفروض ان هي كاملة، فيها العجلتين، فيها البدن، فيها العريش. لما تخلص هتتركب كاملة؟ هي طبعا جاية من يعني كتف في العرض هناك كاملة، لكن احنا عشان عملية النقل طبعا فكينا، وبنبتدي عملية الترميم بعد ما تخلص نبتدي تتجمع تاني وتتحط في العرض ان شاء الله في الافتتاح الجزئي للمتحف. ان شاء الله كل القطع دي هتكون جاهزه في الافتتاح الجزئي للمتحف باذن الله. باذن الله، كلنا شغالين على كده ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في صباح دريم، واسيب حضرتك تكملي شغلك. شكرا جدا، نورتونا. بكمل مع حضراتكم داخل قاعة ترميم القطع الأثرية الثقيلة. مكان مفتوح زي ما حضراتكم شايفين، ارتفاع السقف عالي جدا، بنتكلم فيه مكان مليان بالخرسانة وبالقطع الخرسانية والجدران الخرسانية. بكمل معاكم بقى في كل المعدات اللي موجودة، كل الأدوات، التاريخ اللي موجود. طبعا ممنوع نحط ايدينا على اي حاجة، لكن احنا شايفين معاكم تاريخ مصر وحضارة مصر موجودة داخل المتحف الكبير. وخلينا نشوف معاكم القطع العملاقة والقطع الضخمه اللي موجوده دي بيتم ترميمها ازاي وبيشتغلوا عليها ازاي. معظم القطع الاثريه اللي بتجي لنا هنا بتكون حالتها متدهوره، عليها مظاهر تلف كتير، وبتكون اتاثرت بالعوامل ومرت بفترات زمنيه ادت وصولها للحاله اللي زي ما حضرتك شايفه كده التمثال عامل ازاي. فاحنا هنا يعني كل اللي بنحاول نعمله ان احنا بنحاول نثبت الحاله الرهنه بتاعه القطع الاثريه. بنعمل على ان احنا نخلي القطعه دي نقدر نخليها ان هي تعيش فترات زمنيه اكتر، بنحاول نثبت الحاله الرهنه، بنحاول نعمل تقوية المناطق الضعف الموجودة في التمثال، بنزيل بعض التكلسات والاتساخات اللي بتبقى موجودة. طبعا كل ده بيتم عن طريق استخدام أحدث الطرق والأساليب العلمية المتبعة في الترميم، استخدام مواد استرجاعية، استخدام مواد ما تأثرش على مادة الأثر. بس يعني طيب القطعة اللي بتجي لكم وحضرتك بتقول في حالة سيئة، يعني مثلا قطعة زي دي هي راس بس منفصلة عن جسم التمثال، هل بتعملوا بعد كده بقى فكرة ان انتوا تركبوا القاع الراس مع الجسم، ولا خلاص مجرد الاحتفاظ بالقطعة على حالها وخلاص؟ تمام، دي جزئية مهمة جدا يعني، بس احب اوضح لحضرتك احنا بالنسبة لنا هنا في الترميم افضل ترميم هو اقل تدخل. يعني انا كل ما تدخلي في الاثر كان قليل كان نتيجة الترميم كويسة. دلوقتي احنا هنا ما بنعملش استكمالات، لما بنعمل استكمال بيبقى استكمال تدعيمي مش استكمال تجميلي. لو برضو عايزة أفهم أكتر، لو قطعة زي دي بتتركب، التركيب طبعا لضرورة بتدعيم القطعة أن أنت توقفها أو تثبتها، لكن هل في التركيب بيتم استخدام مواد معينة أن أنا أداري الكسر أو الفصل اللي كان موجود فيها، ولا مجرد أن أنا بثبتها بس مش أكتر؟ لا طبعا، بيكون في طبعا في شركات متخصصه بالعرض، يعني هتعمل لها طبعا دي ماونتنج، هتعمل لها قاعده معينه باستخدام طبعا يعني حتى هنستخدم بنعمل دريلنج في القطعه من الخلف، بنعمل تخريم، وبنستخدم برات غير قابله للصدأ ومعالجه، يعني بحيث ان هي يعني ما تعملش ماده صدأ بعد كده تاثر على ماده الجرانيت بتاعه التمثال. عايز اعرف من حضرتك باعتبار ان حضرتك مدير المكان العظيم اللي احنا فيه ده، ايه القطع اللي موجوده عندك حاليا دلوقتي؟ والله زي ما حضرتك شايفه في قطع كتير، احنا عندنا تمثال يعني في تمثال مزدوج للملك امنتحتب الثاني والاله حورس. تمام طبعا، اتفضل. ده تمثال الملك امنتحتب الثاني والاله حورس، ده برضو تمثال من الجرانيت، ده جاي من الاقصر. زي ما حضرتك شايفه طبعا التمثال ده وزنه حوالي 4 طن. تمام.
هو جالنا هنا حوالي يعني تقريبا 9 شهور موجود عندنا في المركز هنا. بقاله 9 شهور طبعا، يعني تقريبا انتهينا بنسبه 80% من اعمال الترميم اللي بتتم في التمثال. هو كل الناس دلوقتي بس ان احنا نعمل له عمليه تثبيت على قاعده زي بالظبط، فده عشان محتاجين نعمل له قاعده تقدر تتحمل الوزن ده 4 طن. وطبعا معظم القطع اللي هنا زي ده مثلا دي لوحه جداريه للملك رمسيس، لو حضرتك تيجي من قدام كده اهوت، دي لوحة للملك رمسيس. بالظبط، تمام. الملك رمسيس بيوضح فيها ان هو كان ملك الشمال والجنوب وبيصور نفسه اثناء الحروب ومصور نفسه على شكل اسد زي ما حضرتك شايفه. ولو بصينا من تحت كده حضرتك هتلاقي الجزء دوت، ده هو ده شخص كده ان هو يعني دايس يعني عليه، ان هو بيدل ان هو يعني كان بالظبط في الحروب وكده، يعني اثناء الحروب. بتحتاجوا تقروا يا فندم القصه عشان تفهموا الحدوته اللي مرسومه على الجداريه اللي قدام ده؟ بيتم عن الناس الاثريين هنا، يعني زي دكتور طارق والفريق الاثري هنا هم المختصين طبعا بالقرايه الخراطيش والكتابات الهيروغليفيه اللي بتبقى موجوده على القطعه. بس زي ما حضرتك شايفه طبعا القطعه اتجمعت، زي كانت منفصل 4 قطع جمعناها تاني بشكل راسي ووزنها 2 طن، وهي دلوقتي حاليا هي جاهزه للعرض برضه. طبعا هيتعمل لها قاعده تانيه غير دي، احنا بس عشان نقدر نتناولها. المعمل هنا مجهز طبعا باونيش علويه زي ديت حضرتك، عندنا 2 ونش علوي، الونش العلوي دوت يقدر يشيل لحد 20 طن. بنستخدم طبعا شدات، هي احنا بنقول عليها هنا مثلا سيلينج بالانجلش، وهي صبانات، هي عباره عن هي زي دي بالظبط كده. ممكن حضرتك بس نشوفها، دي مثلا قطعه دلوقتي، القطعه دي احنا لما بنعوز نحركها من مكانها دي اسمها صبانه، وبنحطها في الهوك بتاع الونش دوت اللي شفناه فوق دلوقتي، نرفعها بالظبط. الونش بيتحرك في 4 اتجاهات، فمن خلال الونش نقدر نحرك القطعه لاي مكان احنا عايزينه، ونقدر بنستخدمه برده في تجميع القطع، لان طبعا زي ما حضرتك عارفه يعني مش هنقدر نشيل الحاجات دي بايدينا. طبعا قوه يعني ما يقدرش يحركها بالظبط يا فندم. بس يعني خلينا نشوف مع حضرتك برضو باقي القطع، التاريخ كله عندك يا فندم هنا. يعني انتوا، انا عايز اسالك الاول سؤال انساني شخصي، بتحسوا بايه وانتوا بتتعاملوا مع القطع دي؟ لا والله طبعا هو يعني دي تراث، يعني تراثنا والحضاره بتاعتنا، احنا بنحاول ان احنا نحافظ عليها وبنحاول يعني نعمل حاجه كويسه. يعني اكمل مع حضرتك بقى ونشوف القطعه دي ايه، القطعتين دول ايه وجولكم هنا من امتى بقى؟ دول تمثالين لابو الهول، هم تم اكتشافهم يعني اثناء يعني اول ما اكتشفوهم كانوا موجودين وهم اصلا مكسرين يعني في بعث الحفير، وجمعوهم تقريبا بعثه فرنسويه هي اللي جمعتهم وراحوا المتحف المصري في التحرير، وبعدين جم لينا هنا. طبعا ابتدينا نكمل بعض الاجزاء المفقوده فيها، وكان في ميسنج لاير كتير، ابتدينا طبعا ان احنا نشتغل عليها ونحاول زي ما قلت لك احنا في حاجات كتير مش موجوده في التمثال ما بنكملهاش، احنا مش بنعمل استكمال تجميلي. احنا مهمتنا ان احنا بنوري قد ايه الناس يعني الكرماء المصريين كانوا بارعين، كانوا فنانين، ان هم قدروا ينحتوا الحاجات ديت بالاوزان دي بالاحجام دي. عايز اسال حضرتك على حاجه، انا ممنوع المس طبعا، مش هلمس حاجه، لكن انا شايفه مثلا الكاميرا لو قربت هنا في زي اصلاح كده مثلا لده، هل ده كان كسر ولا حاجه اللي هو نسميه جرح غائر، يعني حاجه عميقه كده، وايه الماده اللي استخدمتوها لده؟ دي اولا دي بتبقى بودره حجر، احنا بنستخدم ده حجر جيري، احنا بنستخدم بودره حجر من نفس ماده الحجر، احنا بنستخدم نفس المواد اللي موجوده مبنيه من نفس التركيبه اللي موجوده في القطعه اللي عندكم. بالظبط، بس احنا بنعمل ده عشان نعمل ربط، يعني عشان اقدر اجمع القطع دي ببعض. يعني دي كانت كسر ولا كانت بس مجرد جرح فيها؟ حضرتك الشرخ ممتد، الجزء ده كله كان منفصل، فاحنا عشان نجمعه بنستخدم برات برضو، ممكن يعني غالبا في دريلنج جوه. يعني بصي ده حضرتك ده كده كنا كان في دريلنج وفي بار حديد معمول تمام تمام بالصدأ، وبعدين ابتدينا نستخدم المونه اللي هي معموله بودره الحجر والبارالويد. الملك اخناتون يا جماعه، تعالوا نشوف الملك اخناتون، تعالى نلف له كده. طيب عملنا جولة مع حضراتكم داخل معمل مكان كبير جدا عملاق، قاعة ترميم القطع الأثرية الحجرية، القطع التقيلة، تاريخ مصر التقيل، القطع الكبيرة جدا المنقوشة واللي 5000 سنة متحافظ عليها وزي ما هي وزي الفل لحد ما اكتشفناها ووصلت لأيادي المصريين في العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. القطع دي بتترمم دلوقتي، إن شاء الله هيتم عرضها في الافتتاح القادم، الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير. هكمل مع حضراتكم جولة في باقي الأماكن اللي موجودة في المتحف وفي باقي القاعات، ونشوف معاكم كمان التفاصيل الجديدة الموجودة في المتحف المصري إن شاء الله لافتتاح الجزء قريبا زي ما بأكد مع حضراتكم. نشوف التفاصيل والإعدادات للقطع الأثرية اللي موجودة، حوالي عندنا 100,000 قطع أثرية، في منهم قطع كاملة بنتكلم في 5,000 وشوية، وفي مجموعة قطع بيتم إعدادها حاليا زي المكان اللي احنا موجودين فيه. أكمل مع حضراتكم في صباح دريب.
تمام، بنستمر مع حضراتكم ولسه بنكمل معاكم الجولة الخاصة بينا بصباح دريم، ولسه بنشوف معاكم منطقة العمل. احنا دلوقتي داخل منطقة العمل، طبعا حوالينا اللوادر، الاوناش، المعدات الرفع، المعدات الثقيلة، كل التفاصيل الخاصة بمنطقة العمل. احنا هنا دلوقتي يا دكتور تحت المسرح او منطقة العرض اللي هتكون فيها عرض المسرحيات. بالضبط، احنا هنا امام المنطقة اللي بتتقدم مسرح الدرج، وهيكون فيها ايضا مطعمين بيطلوا على الاهرامات. المنطقه دي كلها هي المنطقه اللي بتتقدم الواجهه الجنوبيه للمتحف. بطبع الجميل هنا ان احنا عندنا الصله المباشره بالاهرامات، فبالتالي ده عبقريه اختيار المكان ان هو بيطل على الاهرامات، والمنطقه كلها هتتكامل إلى منطقة حضارية جديدة متكاملة. إن شاء الله في مطاعم هتكون في الواجهة ولا هتكون خارج الواجهة بتاعت المتحف؟ المطاعم خارج واجهة المتحف أو خارج مبنى المتحف كمان، ولكن هناك منطقة خدمية أخرى ملحقة بالمتحف بها يمكن 8 مطاعم أخرى غير المطاعمين اللي احنا شايفينهم هنا، إلى جانب 28 محل تجاري. فبالتالي منطقة خدمية متكاملة للزائر. احنا بنعمل على اساس ان عدد الزائرين في البداية يمكن يصل ل10,000 زائر يوميا. ده محتاج خدمات، فبالتالي كل ده موضوع في الحسبان. مع الوضع في الحسبان ان الاعداد دي تزيد، المتحف عامل استعداداته انه يقدر يستقبل حتى 8 مليون زائر في السنه. تمام، يعني بمعدل كم زائر تقريبا في اليوم؟ يعني العدد اللي انا بقوله لسيادتك ده 10,000، احنا ممكن نوصل لثلاث اضعاف العدد ده. يعني ممكن نتكلم عن استعداد المتحف لاستقبال ما يقرب من 30,000 زائر يوميا. يعني في مرحله مستقبليه ممكن لدينا الامكانات لاستيعاب حتى هذا العدد. طيب نكمل مع حضراتكم وبنستمر منطقة عمل لوادر. احنا بنتحرك بصعوبة طبعا مع الدكتور، وشايفين زي ما حضراتكم شايفين لسه العمل مستمر، لكن بنتكلم عن ان تقريبا 75% من حجم الانجاز الكلي للمتحف تم بإذن الله وتم الحمد لله، لكن مكملين معاكم هنشوف تفاصيل اخرى ووقفات اخرى داخل المتحف المصري الكبير مع الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المشروع الكامل والمشروع الكلي للمتحف المصري الكبير. سيادتك تشرح لي بقى يا دكتور واحنا ماشيين المكان اللي احنا ماشيين فيه، الواجهات اللي حوالينا، الاماكن اللي هتكون موجوده هنا، عايز اسمع من حضرتك تفاصيل واحنا في ميدان المتحف المصري الكبير. في الواقع احنا هنا دلوقتي ده الجزء اللي هيفتتح في الافتتاح بتاع المرحله الاولى للمتحف المصري الكبير. لدينا القاعتين الخاصين بالملك توت عنخ آبون، لدينا الدرج العظيم، هيكون ده المنطقة اللي هو بيصل إليها. فبالتالي احنا شايفين ان الواجهات الزجاجية خلاص بدأت تركب، تمهيدا لأن يكون المكان خالي من الغبار حتى نستطيع بعد ذلك البدء في عمليات الفرش الداخلية. ولكن قبل ذلك هناك لا تزال خطوات عديدة من عمل التوصيلات اللازمة سواء الكهروميكانيكية أو غيرها من التوصيلات الأمنية والإطفاء، فهي منظومة متكاملة تحتاج إلى عمل دقيق ومتناغم، وبيتم الحمد لله بشكل مرضي جداً. نكمل مع حضراتكم ومكملين ونوصل لمناطق أخرى داخل المتحف المصري الكبير. مشروع مصري بامتياز، مشروع إنساني بامتياز، حضارة تخص الإنسانية جمعاء لا تخص المصريين فقط. حضارة الفرعونية والحضارة المصرية القديمة هي مش ملك فقط للمصريين، هي تاريخ مصر وتاريخ الحضارة المصرية، لكن في النهاية هي الحضارة العالمية والحضارة الإنسانية، هي ملك للعالم أجمع، والجميع سيرد إلى المتحف المصري لمشاهدة كم
المقتنيات وكم الآثار العظيمة اللي موجودة من تاريخ مصر ومن حضارة مصر من آلاف السنين، بنتكلم في 5000 سنة، بنتكلم إنه الملك توت عنخ آمون ومقتنياته العظيمة، بنتكلم عن ترميم هذه القطع العظيمة. دخلنا مع حضراتكم لقاعات الترميم ورصدنا معاكم حجم العمل فيها وحجم القطع اللي مشغولة وكمية المجهود اللي موجود. زي ما حضراتكم شايفين معانا موقع العمل كاملا، تفاصيل كتيرة وإجراءات كتيرة وأعباء كتيرة ملقاة على عاتق المجموعة القائمة بالعمل هنا. دكتور اتكلم معانا عن 5000 عامل يوميا موجودين وتحت إشراف دكتور طارق توفيق. مكملين معاكم ونشوف كمان المتحف المصري الكبير بداخله ايه. وبنشوف مع حضراتكم كمان مكان عمل جديد ومنطقة جديدة داخل المتحف المصري الكبير، وبناخد من دكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف كثير من التفاصيل بقى دكتور على المنطقة اللي احنا فيها وامتدادها كمان. احنا هنا دخلنا في الاستعدادات للمرحلة الثانية، يعني مش جوزنا المرحلة الأولى، خلاص جوزنا المرحلة الأولى ودخلنا في المرحلة الثانية اللي بتتم أيضا من ناحية الشكل الخارجي، هتكون جاهزة مع المرحلة الأولى، ولكن المرحلة الثانية دي هتكون القاعات بتاعتها بتضم 45,000 قطعة، منها 25,000 قطعة لم تعرض من قبل، بالتالي ده محتاج مجهود كبير في إعداد باترين العرض، في إعداد السيناريو، في إعداد النصوص الخاصة بهذه القطع. طبعا إعداد نصوص ل 45,000 قطعة ده مجهود علمي كمان كبير وبيتم بأكثر من لغة، فبالتالي ده عمل بيتم على قدم من وثاق ليظهر هذا المتحف بالشكل العالمي اللائق اللي كلنا بنحلم به لمصر إن شاء الله. دكتور كده أفهم من سيادتك إن المرحلتين هيتم افتتاحهم في الافتتاح الجزء المقرر إن شاء الله للمتحف. المبنى كمبنى سيكون مكتمل، ولكن القاعات سيتم افتتاح قاعات المرحلة الأولى اللي هي بهو المدخل اللي وصل فيه بالفعل يوم 25 يناير تمثال الملك رمسيس الثاني، الدرج العظيم وحيكون عليه 87 أثر ضخم، ثم قاعتي الملك توت عنخ آمون اللي احنا يمكن شفناهم واحنا جايين. ده هيكون افتتاح المرحلة الأولى، ودي مساحة ضخمة، يمكن احنا شايفين الواجهة لوحدها قد ايه المساحة دي، بنتكلم في 23,000 متر، فبالتالي 23,000 معناه ضعف متحف التحرير الحالي. فده افتتاح بمشيئة الله هيكون افتتاح لائق جدا بالمتحف المصري الكبير، ثم يأتي بعد ذلك في غضون عامين أو 3 أعوام افتتاح المرحلة الثانية اللي احنا واقفين عندها دلوقتي، واقفين قدام الواجهة بتاعتها دلوقتي، ولكن لتضيف للمتحف 45,000 أثر على مساحة 27,000 متر. ده إضافة ل 23,000 متر الأولانية، لتصل مساحة العرض المتحفي الكلية بعد كده 50,000 متر، معناها 5 أضعاف متحف التحرير. طيب دكتور، الدرج الخاص بعرض المقتنيات هو موجود من الناحية دي ولا من الناحية التانية من عند الملك رمسيس؟ الدرج بيصعد من عند الملك رمسيس إلى المكان اللي احنا واقفين عنده دلوقتي ليطل على الأهرامات، لأن قاعات العرض موجودة في ارتفاع المستوى الثالث في المبنى اللي بالضبط هو نفس مستوى الأهرامات، يعني والزائر واقف في قاعات العرض بيبقى كأنه واقف قدام الهرم بنفس المستوى. يعني أقدر أقول مع سيادتك أن الدرج هو اللي في الخلفية ورانا ولا اللي في المنطقة الثانية؟ اللي هو خلف هذا العمود الخرساني ده هو الدرج العظيم. يبقى احنا كده تجاوزنا، وصلنا عند منطقه الدرج العظيم اللي هيتم فيه عرض الكثير والكثير من المقتنيات ومن التاريخ المصري والانساني. وصلنا للمرحله الثانيه اللي ان شاء الله هيكون مقرر ليها مده 2 أو 3 أعوام الافتتاح الكامل ليها، وبكده نقدر نتكلم عن مساحه اجماليه تتجاوز 50,000 متر لصالح التاريخ المصري والتاريخ الانساني والتاريخ العلمي حول العالم. كتابه المخطوطات وكتابه قصه كل اثر وتاريخ كل اثر في حجم الاثار الموجود بيحتاج مجهود علمي جبار. بنكمل مع حضراتكم في صباح دريم وحننتقل إلى حضرة جناب الملك رمسيس الثاني الآن.
دكتور طارق، وخلينا نكمل مع حضرتك بقى المكان اللي احنا فيه وتفاصيله. يمكن احنا شايفين دلوقتي التمثال كان مغلف بمادة عازلة، وعملية التأمين بتاعته كانت على أعلى مستوى. حاليا بنقوم بإزالة طبقة العزل التي كانت تحيط بالتمثال تمهيدا لأعمال التغميم الكاملة بالنسبة له، عشان يكون معد للافتتاح المرحلة الأولى عشان يستقبل الزائرين، لأن ده هيكون بهو المدخل اللي حيأتي إليه الزائر، ثم هيقدر إن هو يتجه ناحية اليسار ليصعد الدرج العظيم، والدرج العظيم هيأخذ الزائر على مسافة 100 متر، بيمر على تماثيل لملوك مصر العظام، عناصر معمارية من معابد، عناصر معمارية من مقابر، حتى يصل إلى الواجهة الزجاجية اللي بتطل على الأهرامات. وفي الحالة دي هو بيبدأ هنا من بهو مدخل ارتفاعه 30 متر، تمثال رمسيس الثاني لوحده ارتفاعه 13 متر. كل ده بيبين مدى المهارة التي وصل إليها المصري القديم في النحت، والمصري الحديث أيضا حديث في إعداد مكان لائق، والإعداد لإضافة معلم جديد لمصر، معلم معماري إلى جانب كونه متحف. يعني بنتوقع أن عدد كبير من الزائرين في بداية افتتاح المشروع مش حيأتي فقط لزيارة الآثار، ولكن حيأتي للتمتع ولرؤية هذا المبنى المعماري المتميز. عايز اتكلم مع حضرتك عن الدرج العظيم. الدرج العظيم واحنا بنتكلم كده المفروض ان ده مكان الاستقبال، الزائر هيدخل من هنا هيستقبله جلالة الملك رمسيس، وبعد كده هيتوجه الى الدرج العظيم. الدرج العظيم لأسفل ولا الأعلى؟ الدرج العظيم متجه الى اعلى، لانه متجه الى اتجاه الاهرامات وللمستوى الثالث من المبنى، لان المستوى الثالث ده هو اللي بيوصلنا لنفس مستوى ارتفاع الاهرامات. دكتور احنا كده دلوقتي في ظهر المكان، الخلفيه الخاصه بالمكان اللي صورنا فيه بالبدايه عند المسرح. احنا هنا دلوقتي بنقف امام الواجهه الشرقيه اللي هي الواجهه الاساسيه اللي هيدخل منها الزائر. احنا كنا واقفين قدام الواجهه الجنوبيه المطله على الاهرامات. دخول الزائر بيبدا من هنا وبيتحرك، بيبدا يطلع الدرج العظيم، هيكون عليه مقتنيات الملوك والقطع الاثريه المصريه، وبعد كده هيتوجه لفين؟ ايه المرحله اللي جوه المتحف هيتوجه لها الزائر؟ عندما يصل الى اعلى الدرج العظيم يتجه يمينا ليدخل الى قاعتي الملك توت عنخ امون، اللي هيتعرض عليها لاول مره اثار الملك توت عنخ امون كامله. لاول مره تتجمع في هذا المتحف كل اثار الملك توت عنخ امون اللي كانت موجوده في اكثر من متحف في مصر. في نفس الوقت في المرحله الثانيه للمتحف هيكون في الدخول يسارا الى القاعات التاريخيه في المتحف. طيب دكتور واحنا بنتكلم عن عدد القطع الاثريه اللي هتكون موجوده، سواء الخاصه بجلاله الملك توت عنخ امون او الخاصه بالدرج وكل المقتنيات اللي هتكون موجوده، بنتكلم في قد ايه؟ كم قطعه تقريبا هتعرض في البدايه، والمرحله الثانيه هيعرض فيها كم قطعه؟ المرحله الاولى هيعرض فيها ما يزيد عن 5000 قطعه. يمكن لو قارنا بالمتحف الاسلامي على سبيل المثال، كل ما يعرض فيه حاليا 4400 قطعه. يعني 5000 قطعه هو عدد كبير، هو متحف متكامل. يمكن المتميز فيه انها اثار الملك توت عنخ امون كامله، فهو موضوع متكامل وموضوع يشتاق اليه العالم، لانه هيعرض بشكل جديد تماما، بيبعد عن صوره الملك توت عنخ امون كمجرد فرعون ذهبي، متجها الى كونه ممثلا عن الاسره ال18. فبالتالي هذا الافتتاح يليق بهذا المشروع الجبار، ويفتح الشهية للمرحلة الثانية اللي هيعرض فيها 45000 قطعة، منها 25000 قطعة لم تعرض من قبل. طيب احنا بنتكلم عن اجمالي عدد القطع اللي هتعرض داخل المتحف كلها 50000 قطعة تقريبا. 50000 قطعة في العرض الدائم، و50000 قطعة اخرى في مخازن حديثة.
للمعارض المتغيرة وللبحث والدراسة. لو رحنا بالكاميرا كده مع حضرتك وتحولنا للمنطقة دي، احنا كده هنوصل لفين؟ هنا الطريق هياخدنا مسافة 2 كيلومتر مباشرة إلى الأهرامات، وبالتالي يحدث تكامل ما بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات. هو أيضا تكامل بيحصل نتيجة لعمارة المتحف نفسه، لأن المتحف بيتفتح على زاويتين في اتجاه الهرم الصغير والهرم الكبير، فبالتالي يحدث هناك تناغم كامل ما بين مبنى المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، وهو المنظر الذي يتمتع به الزائر عند وصوله إلى الواجهات الزجاجية المطلة على الأهرامات. دكتور، القصص الجديدة اللي هتكتب عن تاريخ مصر داخل المتحف، حضرتك بتقولي في طرح جديد وتتصور جديد، التصور الجديد هيكون خارج إطار المعلومات، نقدر نقول إن هيكون في قصص وحكايات لكل أسرة مثلا مطروحة، أو خاصة الملك توت عنخ آمون؟ الملك توت عنخ آمون الجانب الحياتي الخاص به هيعرض بشكل متميز، بيورينا الملك ده كان بيلبس ايه، كان بياكل ايه، اسلحته كان شكلها ايه، العجلات الحربية، الاثاث، فبالتالي بننتقل الى هذه الفترة من 3500 سنة وبنتعايش معها. القاعات التاريخية هتاخدنا لاول مرة في متحف للآثار المصرية بتتابع متكامل للحقب التاريخية بدون أي تداخل، فبالتالي الزائر يستطيع أن يأخذ التاريخ المصري بحقبه المختلفة بالتتابع بشكل منهجي جميل وباستخدام التكنولوجيا الحديثة اللي تتماشى مع العصر الحالي وتخاطب الأجيال الجديدة بالوسائل التفاعلية اللي هم بيحبوها وبيتفاعلوا معها. الرؤية العالمية لهذا الصرح العملاق، بنتكلم عن أنه واحد من أهم 100 منشأة حول العالم حاليا كما صنف عالميا. التغطية الإعلامية للحدث من خلال سيادتك كمشرف عام للموقع، شايفها إزاي؟ التغطية الإعلامية حاليا بتزيد يوما عن يوم، وبنستعد لإعلان موعد الافتتاح. تو ما تم الإعلان عن موعد الافتتاح، سيكون هناك اهتمام عالمي يومي بهذا المشروع، لأن المتاحف العالمية الكبرى بتعتبر هذا المتحف ضمن مصافها وبتتعامل معاه على قدم المساواة، فبالتالي هذا المتحف يعد من الآن نافذة لمصر على العالم، ومتحف يقف في بندية مع المتاحف العالمية الكبرى. الإعلان إن شاء الله عن الافتتاح هيكون إمتى بإذن الله؟ بيتم التخطيط مع كل الوزارات المعنية، سواء وزارة السياحة أو وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، وزارة الداخلية، كل هذه الوزارات مع وزارة الآثار بتبحث عن الموعد المناسب للافتتاح. حطيتوا تصور الافتتاح يا دكتور ولا لسه؟ الافتتاح وضع له أكثر من تصور، بنشوف طبقا للتوقيت ايه الأنسب. بكل حال من الأحوال هيكون حفل افتتاح ضخم يجذب أنظار العالم إلى مصر. شكرا جزيلا دكتور طارق توفيق، المشرف العام على المشروع المصري الحضاري الإنساني بامتياز المشروع العملاق، مشروع المتحف المصري الكبير. نورتنا في صباح دريم، أحلى صباح في مصر. أهلا بحضراتكم وأهلا بكل المشاهدين. وبنكمل مع حضراتكم في صباح دريم، بكده انتهى هذا اللقاء مع الدكتور طارق توفيق. شفنا مع حضراتكم جولة كبيرة داخل مشروع مصري عملاق، ولفنا مع حضراتكم في أماكن كتيرة، من أول البهو، الدرج، المبنى الرئيسي، قاعات الترميم، المعامل، المخازن، كل الأمور دي دخلناها مع حضراتكم، وشفنا جولة كاملة لتاريخ مصر والتاريخ الحديث الآن يكتب من خلال إنشاء هذا المتحف العملاق. بشكر حضراتكم، صباح دريم، أحلى صباح في مصر.